الفنان وائل ده ستاند خاص بالووتر كالر. بالظبط كده، ده مخصوص بالووتر كالر عشان بيدينا الزاويه بتاعه الرسم وانت واقف، ومفيش ستاند من الستاندات بتاعه الزيت يقدر يعمل ده، بيتيح لنا ان احنا نشتغل بالالوان بتاعتنا في الوضع اللي بعمل سكتش للمكان. بنبدا دايما بسكتش رصاص، ممكن نرجع تاني عشان ناكد نظبط حاجه، ناخد صوره فوتوغرافيه مع السكتش ونبدا نعمل سكتش لوني، وممكن نبدا نبتدي في اللوحه في المكان، وبعد كده لو حسيت ان انا محتاج ان انا ارجع تاني اكملها برجع، لو ما حسيتش حسيت ان انا خدت خلاص الـ 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 الروح بتاعه المكان بالوان وبتفاصيل الشمس والموضوع خلاص مكتمل معايا، بكمل في المرسم بتاعي. اللوحة دي المكان ده انا بحبه بشكل خاص لان هو بيوريك الاقصر اخضر ومعبر، هي دي الاقصر. وانت مهتم باللون الاخضر مع الجبل مع لون المعابد؟ طبعا الحياة ان المعبد ده هم كانوا قاصدين يحطوه في المنطقة دي، مش معمول بشكل عشوائي. الفنان وائل نور، انا جاي لك من القاهره مخصوص عشان اسجل معاك. انا شفت اعمالك في اكتر من مكان، واعمالك ملفته للنظر جدا، وانا سعيد جدا ان انا بقابلك واهلا بيك في برنامج المرسم. اهلا بيكم، وجايين نشوف اعمالك بقى. انا جاي لك الاقصر عشان اشوف اعمالك. ده اولا شرف لي، مبسوط جدا بالكلام اللي انت بتقوله، ان انت شفت اعمالي في اكتر من مكان، دي حاجه تشرفني وتسعدني. الاقصر نورت بنورك. مبسوط قوي اني انا معاك في الاقصر. الاقصر دي بالنسبه لي كلمه كبير، مكان انا بعيش فيه اختياريا بمزاجي، لان هو فعلا ضاف لي كتير. طب لو تعرفنا على وائل نور، مين وائل نور؟ عشان في بعض الناس بتعرفهم يعني ما يعرفوش حضرتك مثلا، لكن يعرفوا لوحاتك على فكره. انا وائل نور، انا فنان الوان مائيه، بشتغل فقط بخامه الالوان المائيه. انا خريج كليه تربيه فنيه سنه 99، بشتغل من وقتها بنفس الخامه، ولكن انقطعت فتره طويله، ده يمكن اللي خلى ناس كتيره ما تبقاش عارفاني. ورجعت تاني 2016، ابتديت اشتغل تاني على الوان المايه. انا تلميذ الفنان الراحل بخيت فراج، هو احد رواد الالوان المائيه في مصر وفي الوطن العربي، وهو تلميذ شفيق رزق. طبعا عالم والناس اللي هم البايونيرز بتوع الفن في مصر، تلمست على ايده بالمدرسه الكلاسيكيه للالوان المائيه اللي هي بتطبق كل الشروط الكلاسيكيه للالوان المائيه، وده مش موجود بكثره في الوطن العربي. في ناس بتجرب في فن حديث، في طبعا يعني حضرتك بتستخدم بطريقه كلاسيكيه قوي. بالظبط، انا بشتغل ووتر كلر كلاسيكال، نسبه شفافيه عاليه جدا، ما عندناش استخدام للون الابيض، هو اللون الابيض بنستعيد عنه بالورقه. نسبه الاعتام عندنا قليله جدا، 10% 15% على الاكثر، ومفيش خطا، ومفيش نسبه للخطا. وبالتالي ان لو اخر لمسه في اللوحه خطا الموضوع انتهى. بتحتاج صبر طويل. بس انت بتحب العماره مع الطبيعه. طبيعي، هو اثر الانسان هو العماره الاقوى، يعني اثر الانسان الاوضح في الطبيعه هو العماره. والعماره لما تكون عماره هايله زي عماره حسن فتحي كده، زي في اللوحه دي، ما نقدرش نتجاهلها. مهندس عبقري طبعا، ما نقدرش الا ان تشوفها جزء من الطبيعه، خصوصا ان هو بيشتغل بخامات طبيعيه، فانت عاوز ايه اكتر من كده جمال عشان انت تسجله. انا بشكل عام بحاول ان انا اسجل، بعمل توثيق للحظه فيها اثر الانسان وفيها طبيعه بتاعت ربنا وفيها المزج ما بين دوت. نادر لما بتشوف في لوحاتي انسان، لكن بتحس بيه دايما، بتحس بفعله. بس انت محظوظ انك انت في المكان ده. محظوظ جدا. انا دي حقيقه، انا محظوظ جدا، كان اختياري وفي نفس الوقت كنت محظوظ باختياري ده.
هنا غنية جدا، والمدينة هنا الأقصر مدينة ساحرة أصلا، يعني أنت لو أنت مش فنان هتحولك تبقى فنان. والناس كلها فاهمة فن، الناس كلها طبعا يعني حتى اللي بيشتغلوا في السياحة عارفين التمثال ده ايه والتمثال ده ايه بالظبط. اللي جاي الأقصر واللي عاش في الأقصر مرتبط بده جدا. اللي عاش في الأقصر ده دي جذوره وأساسه، وفتح عينه لقى ده حواليه، واللي جاي الأقصر هو جاي عارف هو جاي الأقصر ليه، ومهما كان عارف هو بينبهر وبيتشد أكتر لما بيجي. طيب أنت في أعمالك بتهتم بالسماء، يعني دايما السماء، أنت قلت لي إن السماء دايما بتبتدي بالسماء ولازم السماء ترضيك بصريا كويس قوي. عندنا في الالوان المية بنقول دايما ان السماء هي الروح بتاعت اللوحة، يعني هي اللي بتديك الانطباع النفسي بتاعي انا لما بتشوفها. يعني بمعنى صح، لو انا بشتغل بشكل حالم ورومانسي والجو انا رايق بمعنى اصح، بتحس ان ده موجود في السماء. لو انا شويه منفعل او المكان شويه حاسس ان في عايز اوصل لك انفعال معين، ان انا في نسبه توتر، في ده بتحسه من السماء تحديدا. فالسماء هي روح اللوحه بالنسبه لي في اللاندسكيب بشكل عام. فانا بركز على السماء، بعيش معاها، ببدا بيها زي ما انت قلت. نجاح السماء بالنسبه لي معناه بنسبه 99% لوحه ناجحه. لو انا مش راضي عن السماء مش بكمل. المرسم ان هو فكر يجي الاقصر، قطع المسافه دي كلها عشان يغطي شغل فنانين موجودين في اخر مصر. ده حاجه تسعدني، وانا اتبسطت اكتر منكم باليوم النهارده. شكرا جدا.